Yes or no? So you are a volunteer for the World Cup, right? Volunteer for the World Cup, right? Yes. So what's your name? My name is Igor. Igor. Igor, nice to meet you. What's your name? My name is Dasha. Dasha. Елена. Елена. Thank you so much. Спасибо. Over to Bis, Abu Balash. بياخدك على الاستاد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف دي لعب؟ هو قال لك امشي ورايا، هو ده الجايد بتاعنا. He's our guide. يا يمين يا شمال يعني. امشي ورايا، امشي ورايا، لا امشي ورايا. وصلنا الفان زون بتاع فولجراد، هنا تعتبر حوالي 80% مصريين و10% روس. وقابلت واحد ياباني صاحبي. كونيتشوا. كونيتشوا. الناس عماله تتصور مع المصري، الجمهور المصري. دي مش سياسة، دي كورة. لا دي سياسة، دي سياسة على جنب. هي دي منطقة الجمهور اللي هو معهوش تذاكر ممكن يجي هنا يقعد يتفرج هنا. زي ما انتم شايفين. جيب مي فايف. هاف ا جود داي. هاف ا جود داي. ده اللي بيصور الناس. الجمال الروس طبعا كلهم بيحبوا المصريين. Thank you. سبسيبا. على فكرة المصريين عاملين أجواء حلوة قوي 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 قوي. One more time. All dance on the floor in the round. هو ده الأوتوبيس بتاع اللي رايح الماتش. طبعا هنا قدام معاك التذاكر، فكل حاجة ببلاش هنا. هي دي دخلت الاستاد بتاع بلغراد. طبعا هي دي داخل الاستاد، عاملين حاجات كويسة جدا، مزيكا، اغاني. ارحبان. شايفين الاطفال الصغيرين دول؟ هم الاطفال الروس، عاملين كل المهرجانات بروسها، رقص الرقصه التقليديه بتاعتهم. هلو. هاي. هلو، هاو ار يو جايز؟ وير
I'm fine, thanks. I'm fine. How about you? I like your clothes. Thank you very much. It's really cool one. Thanks. Egypt? Yes, yes. Thank you so much. Egypt. Salah. Salah. Hola, give five. Hello. الحلم بقى حقيقة بعد 28 سنة وصلنا كأس العالم وداخلين الساد. انت جيت من اليابان؟ طبعا. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ زي ما انتم شايفين المصريين بيرسموا العالم على وشهم. ايوه حاجه كويسه حاجه جميله. هو طبعا احنا خسرنا بس مفيش مشكله، المهم نستمتع بالاجواء بتاع كاس العالم وان شاء الله نكسب النهارده. يعني احنا المشكله خسرنا بس مفيش مشكله، المهم احنا جايين نتفرج على حاجه كويسه، زي حاجه زي المهرجان. ابن بطوطة عارفني، ايز فلوجر يوتيوبر. بالظبط اشيل خطوه وهكون في الاستاد في كاس العالم في روسيا 2018 فولجراد. ثانك يو سباسيبا. الاستاد يا اليوم ده كنت منتظره من زمان قوي، اشوف ماتشات كاس العالم. يلا نخش على الاستاد يا جماعه، اللي ما جاش كاس العالم فاتوا نص عمره. السلام عليكم. مين اللي هيكسب النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله. مين اللي هيكسب؟ ان شاء الله. النتيجه كام؟ 2-1. مين اللي هيجيب الاجوان؟ صعبه دي. صعبه. مين اللي هيجيب الاجوان؟ صعبه. اي حد. اي حد. اي حد يجيب الاجوان. بالتوفيق يا جماعه. Спасибо за просмотр!